اليوم ندير لكم شطحه الدجاج. شطحه الدجاج الجزائريه هايله. نبداو واش فيها المقادير؟ فيها الدجاج في الكميات العائله، عندنا الحميصه نص طياب، عندنا راس الحانوت، وعندنا فيها العكري هو البابريكا، وعندنا طماطم معلبه وملح، وتحب الثوم، الثوم ملحي بكميه معتبره. نبداو على بركه الله. والدجاج نحط فيها الثوم هذاك، راس الحانوت، معلقة مخلطة فيها عكري يسمى شارقة يعطيو بابريكا حلو، وحب نزيد الحار نزيد طماطم معلبة نص معلقة والحمص. نبدا نقلبو هكا كما تشوفو، شوفو فتاتي هكا قليناها مليح هكذا، نقليوها مليح مليح في الزيت تاعها والثوم. ثوم كمية معتبرة خاطرش طيحة الجاج تحب كمية من الثوم. من بعد ناخذو الماء الساخن حتى ما يتغطى برك هذاك الدجاج تاعنا، والدجاج ما يستهلكش في الطياب تاعو بزاف ويطيب. وفي التقديم نوريكم كيف جات الشريحه تاعنا، كيف جاتنا الشريحه تاع الدجاج. الله الله تشهي، اللي يحب يديرها حاره يديرها حاره. وبصحتكم وبصحتي ودعموني، وما تنساوش تفعلوا الجرس، وبسلامه وصحه حياتكم.